بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه أسئلة نقدمها إلى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، يجيب عنها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الأول: هل تشرح صلاة الغائب على قتل العراق؟ وماذا يفعل الرجل المتنفس إذا اضطر إلى هذا؟ الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالصلاة على الغائب إذا لم يصل عليه في بلده مشروعة، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أخا لكم بأرض الحبشة والنجاشي توفي فصلوا عليه، فصلى عليه أربعة. هذا إذا لم يصلى عليه، جمعا بين الأدلة، لأنه قد مات أناس وهم غائبون، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة عليهم ولم يصلي عليهم. والنجاشي كان في أرض الحبشة وهي أرض نصارى، النجاشي كان قد أسلم ولم يسلم كثير من قومه، وقلنا كثير لأن بعضهم وفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قتل العراق فلا تشرع الصلاة عليهم، لأنهم إن كانوا مسلمين فهم شهداء، والشهيد لا يصلى عليه، وإن كانوا ضعفيين فلا تشرع الصلاة عليهم، لقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا والله أعلم. ما بقي كيف يعمل السني؟ يقول: إن شئتم أن تتقدموا وتصلوا فتصلوا، وهذا من باب المحاباة، ومن باب المحاباة أبشر أو الأوامر الحكومية من باب المجاملة ومن باب المحاباة. وإلى الله المشتكى. يقولون: الدين لا تدخل بالسياسة، وإن دخلوا السياسة المنحرفة سيصل بالدين. نعم يا إخواننا، ذات مرة كنا في الحرم المكي بعدما كانت الحصوات مملوءة بالعلماء الذين يكفرون جمال عبد الناصر، وعندما انحسنت العلاقات بين المصريين والسعوديين فإذا هم يعممون على جميع مساجد المملكة أن تصلي صلاة الغائب على جمال عبد الناصر. نعم، لتعلموا أنها السياسات المنحرفة. فماذا يا إخواننا؟ الشيخ بن باز قام في الحرم ورجل آخر، أما طلبة علم المستبشرين بأمر جمال عبد الناصر فإنهم جلسوا لم يصلوا ولم يتكلموا، وهم منكرون بقلوبهم
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى قام وتكلم في الحرم الاعلى وقال: الرجل فاسد ولا يجوز ان يصلى عليه. وهكذا طالب علم اخر قام في الحرم الاسفل والذي يظهر ان الحكومه الا يصلى عليه وان يبين بانه كافر. نعم، لانها ما اخذت طالب العلم. قد يقول القائل: هي لا تستطيع ان تاخذ الشيخ من باب ولا تتكلم معه، لكن طالب العلم الاخر ما اخذته ولا تكلمت معه، فماذا يا اخواننا؟ فالسعود عمياء اتباع كل ناعر. الحكومات بعد السياسات وانت ايها السعود بعد العمى. نعم، بعد العمى. فالذي انصح به السني الا يصلي، لانه ما يخشى ان يحل به من العقوبه ما لا يتحمله. نعم، ويقول لهم: هذا المسجد صلوا والله المستعان. اما ان يبارك لهم بدعتهم وضلالهم فلا، لا ينبغي ان يصلي والله المستعان. فاذا صلى والضر كان خائفا على نفسه او ماله او عرضه ان يحل به ما لا يتحمله، فينبغي ان يدعو لمحسن المسلمين، يدعو لمحسن المسلمين ولا ينوي بالصلاة على قتل العراق، لأنهم إن كانوا مسلمين فهم شهداء والشهيد لا يصلى عليه، وإن كانوا بعثيين فلا تصح الصلاة عليهم. السؤال الثاني: هل ثبت دعاء يقال عقب الخطبة من يوم الجمعة وإذا لم يثبت فماذا يفعل الإنسان؟ لأنه لو تركه حصل الفتنة ولم يوجد من يقوم بالخطبة غيره. لم يثبت دعاء خاص يوم الجمعة والاستمرار عليه يعتبر بدعة. اللهم إلا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ودعا الله وقال: اللهم هلكت الأموال وانقطعت السبل فاسقنا. فخرجوا من المسجد وليس هناك بدعة، ثم أي قطعة من النوم، ثم سقوا. فجاء ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال واندبعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أن يرفعها. فدعا لمناسبة في بعض الأوقات لا بأس به، أما الاستمرار عليه فلا. وبعد هذا، السياسات المنحرفة لا يجوز أن تتدخل في دين المسلمين، والجاهل ينبغي أن يتعلم من العالم، لا يتحكم في العالم. فتى يا قومنا انظروا عواجب الفساد في الكويت وعواجب الفساد في نجد وعواجب الفساد في العراق. هل ظلمهم الله سبحانه وتعالى؟ ما ظلمهم الله، ولكن
الرئيس او الملك يقول ويقول الباطل ويكسب له. نعم يقول الباطل ويكسب له ويكسب له. من اجل هذا عم العذاب وعم العقاب. واتقوا فكرة لا تقيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مثل القائم في حدود الله والوضع فيها كمثل قوم استعموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فصار الذين في اسفلها اذا اتقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في مصيبنا خرقا ولم يأذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا خلقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال: ايها الناس انكم تحملون هذه الايه على غير محملها، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ايما قوم امي بين عبورهم المعاصي ثم أذن ظهرانهم المعاصي ثم لم يغيروا إلا أوشك أن يأمرهم الله بعقاب من عنده. نعم يا إخواننا، الأمر والبلاء يعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول في حديث عائشة يختف يرجو جيش الكعبة فيختف في أولهم وآخرهم، لحتى إذا كانوا ببيتها من الأرض حفظ بأولهم وآخرهم. فقالت: يا رسول الله، يختف بأولهم وآخرهم وبهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يختف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. نعم الامر خطير. ففي الكويت من هو خير منا؟ وفي مجد من هو خير منا؟ وهكذا فعل في العراق من هو خير منا؟ ولكن المصيبة تعم. نعم المصيبة تعم. ربما اثر الرئيس الامر او الملك الامر او غير ذلك والناس يعرفون بطلانه ويسكتون، فعمهم الله بالعقاب. فنخشى على بلدنا ان يصيبها ما اصاب غيرها. يجب ان نتوب الى الله وان نرجع الى اهل العلم ونستفتيهم. ما ياتي عامي لا يعرف اركان الاسلام، عامي لا يعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، آمين، ربما يكون خمارا، وربما يكون بعد عتلاء، وربما يكون شيوعيا، وربما يكون بعثيا او ناصريا، ثم يريد ان يتحكم في الدعاة الى الله، يريد ان يتحكم في، نعم، في الأئمة وفي العلماء. مصيبة مصيبة يا اخواننا، نخشى من مصيبة صحيح ان تعمنا. لماذا ما نتعاون على الخير؟ يقول الله سبحانه وتعالى: نتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. يقول الذئبون فاسألوا الخمارين ان كنتم لا تعلمون. هل يقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا الجهال ان كنتم لا تعلمون؟ هل يقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الاهواء ان كنتم لا تعلمون؟ هل يقول
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم يا إخواننا الأمر خطير ومؤذن بعذاب من عند الله عز وجل، مؤذن بعذاب. المبتهج المصلون الصالحون ويتحكم فيهم الجهلاء، ربما يتحكم فيهم الأجاس الأنجاس ليسيئيين وبعثيين وناصريين. فالواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إلى علمائنا. ثم العلماء أنفسهم إذا اختلفوا فلا يلزم عالم عالما فيما يراه إذا لم يكن الاختلاف ناتجا عن هواه. بقي فينا السؤال، فماذا يفعل الإنسان لو ترك حفلة فتنة وما في أحد من يقوم مقامه؟ لا يرتكب بدعة، لا يرتكب بدعة. وهل يرضى هؤلاء المدبرون لأن يدعى بأن الله ينصر الحق، أم لا بد أن نخصص صداما البعث؟ نعم يا إخواننا الأمر خطير، والمسألة أصبحت صعبة. المسألة كما يقولون من عذبت من قويت يده وقويت يده اضطر الآخرين إلى الباطل، والله المستعان. السؤال الثالث، هل هناك حرج على الخطيب إذا ذكر حديثا أو حديثين بسندهما في الخطبة؟ ذكر حديثا ضعيفا ونقل كلام أحد الحفاظ فيه، جزاك الله خيرا. هذا يعتبر من الكماليات، ويعتبر ماذا يا إخواننا؟ يعتبر قضية وليست بنبيصة في الخطيب. إذا كان الحديث يتعلق بالموضوع أو إذا كان هناك حديث اضطر المسلمون به من أحده ضعيفة واستطاع أن يبين ضعفه، فماذا يا إخواننا؟ فهذا الذي ينبغي. والمحدثون رحمهم الله تعالى يذكرون الأحاديث بأسانيدها، ولكن عند أن جهل المسلمون علم الحديث وجهلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجهلوا العلم، جهل العلم أصبح بعضهم يأخذ خطبة من القرن السادس أو السابع أو ما قبل أو ما بعد، حتى انتهى ببعضهم يقول واللهم اللهم احفظ ملكنا الخاقان. وماذا يا اخواننا؟ وانتهى ببعضهم ان يقول رواه ابن الجوزي في الموضوعات. انا متأكد جدا لو ان اهل الجن لو ان اهل السنة يتماسون مع المجتمع لتحمل الناس منهم كل ما يقولون. لما يتحمل الناس من الصوفية الباطل؟ لما يتحمل الناس من الشيعة الباطل؟ لما يتحمل الناس من الحزبيين الباطل؟ لكن أهل السنة هؤلاء، أهل السنة الذين لا يتكلمون إلا بآية قرآنية أو حديث نبوي، يظن بعض المغفلين أنهم خطر على المجتمع، فلا بد أن نبلغ عليهم أنت مغفل مغفل مغفل. ألكن يرون أن منزلتهم أرفع من الكراسي. نعم، ولو دعوا إلى أرفع الكراسي لأبوا وقالوا نحن نريد العلم ونريد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فليسوا بعد الكراسي وليسوا بعد المناصب وليسوا ايضا بعد الدنيا.
إذا علمتم ذلك أنهم ليسوا بعد المناسك ولا بعد الكراسي ولا بعد الدنيا، أفتضطرونهم أن يتخلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي أمان من الضلال؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، ويقول: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فلن يتخلى أهل السنة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا لم يستطيعوا أن ينتقموا لأنفسهم فإن الله سينتقم لهم. الظلم ظلمات يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، ليستعد الشيوعيون والبعثيون والناصريون، ليستعدوا، لا يظن انهم يستطيعون ان يحارسوا بين اخوانهم اهل السنه والمصلين. هذا ما يكون ان شاء الله تعالى. ان الامر سهل والمجال واسع، ممكن ان يترك الشخص الكبابه وياتي لها من اولئك الذين يقولون: وارض اللهم عن مولانا الولي بن الولي زيد بن علي، وإلى أن يصلوا إلى إمام العصر المقتدي. نعم، لا يصلوا إلى إمام العصر المقتدي، ممكن أن يأتي لها منهم، وهم الذين يستطيعون أن يقولوا ويستطيعون أن يثيروا الفتن أن أهل السنة فليسوا دعاة فتن، وليسوا دعاة ثورات وانقلابات، وإن كانوا يتعلمون من الوضع الحالي. والله المستعان. السؤال الرابع يقول السائل فيه: ما حكم من يجعل خطبة الجمعة مثل نشرة الأخبار؟ وهل يجب أن ينصت له؟ لا يجب أن ينصت له. إذا جعل خطبة الجمعة مثل نشرة الأخبار فقد جاء أن إبراهيم النخعي وجمعا كانوا يتحدثون وقت خطبة بني أمية، وإذا نشر عليهم قيل له إن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا كانت مثل نشرة الأخبار خالية من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تؤيد الباطل وأهل الباطل، لا يجوز أن يستمع وأن يسأل هذا، يجب أن يتكلم. أما إذا كان الخطيب يحتاج إلى عرض موضوع وهو في صالح الإسلام والمسلمين وليس عن هوى، فلا بأس أن يعرض الموضوع. والله المستعان. وقد سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السؤال الخامس يقول: اشتهر عند بعض الناس بما يسمى بصلاة النفس، فهل لها أصل من الدين؟ ليس لها أصل من الدين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصر في غزوات وانتصر عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. انتصر عليه في غزوات فلم يأمر بصلاة النفس. نعم، إنه ينبغي أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الفتنة عن المسلمين، سواء أكان المسلمين الذين هم في العراق أم المسلمين الذين هم في نجد أو في الكويت. نسأل الله أن يرفع عنهم. وإذا كان شخص في معركة
فينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. وأيضا لا يشرع أيضا أن نقوم في الليل ونصلي وندعو الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوة تبوك. ليس في غزوة تبوك كالبلسان، في غزوة بدر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام طول ليلته يدعو ويصلي، وأيضا قام في النهار يدعو حتى ثبت رداءه وقال له أبو بكر: إن الله منذ لك وعدك يا رسول الله. ورفع رداءه فالاجتهاد والدعاء والصلاة في وقت الله سبحانه لداء العدو أو تودع لداء العدو أمر مطلوب جدا. أما أن هناك صلاة تسمى في صلاة الناصر فهذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم هي أمور سياسية يا إخواننا، أمور سياسية. فليتب إلى الله البعثيين وليصلوا ويرفعوا أسفهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم غضبه وسخطه. وهكذا أيضا أصحاب أمريكا وأتباع أمريكا لما يحصل عليهم ينبغي أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرفعوا أسفهم ويتبرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أن العوبة النفاق. نريد أن نصلي كما ضرب بيت من المسيحيين أن يصلوا وأن يصوموا. نعم، عندهم نوايا خبيثة والله المستعان. وأقول تأكدوا أن هذه التلبيسات ستزول، وما يبدأ إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبدأ دين الإسلام بلا ثورة. فاصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. السؤال الثالث يقول السائل الوكيل رحمه الله: هل يشرع قيود النوازل في هذه الأيام؟ وكيف يكون سرعته؟ وإلى متى يستمر؟ يشرع في هذه الأيام ويكون صيغته: اللهم ارفع غضبك وسخطك عن عبادك، اللهم انجي المسلمين بالعراق، اللهم انجي الصالحين وانجي اخواننا النجديين وغيرهم. فلا باس بالتخفيف، والله المستعان يدعو للمسلمين ان الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم كل سوء ما مكروه. فحزب البعث لو انتصر ما ترك ما رابط الا ولا ذم. وهكذا ايضا امريكا لو انتصرت لا ذلت الاسلام والمسلمين في بئر داره. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحكم صداما بالبلاء، ونساله سبحانه وتعالى ان يحكم ايضا امريكا في البلاء، ونساله سبحانه وتعالى ان يدمرها. نسال الله أن يدمر أمريكا كما دمر روسيا، وأن يفضح أمريكا كما فضح روسيا، والله المستعان. إلى متى يستمر؟ إلى وقت الحاجة. انفكت الحرب، انتهى الأمر، يعني حصل انحراف من الجميع وقد عرف أنهم منحرفون، فكذلك أيضا ينتهي البنوك، والله المستعان. هل هي هذه صلاة دون صلاة؟ لا، بل بالصلوات كلها، صلوات المفروضة كلها. السؤال السابع: ماذا يفعل أهل السنة والجماعة تجاه الدستور المعروف؟ الذين انتقوا بها أهل السنة والجماعة أن يبتعدوا عن هذا. فالدستور الباغوتي
ولا نسمع من تبدو كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فماذا يا إخواننا؟ فهو طاغوتين أنصحوا كل سني بالابتعاد عنه. وإذا قال قائل: نعم من جهلة الإخوان المسلمين الذين يعذبون الناس، وقال سيجد الشيوعيون أو يجد البعثيون أو كذا أو كذا، نقول له: سيجعل الله فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد امتنع أهل الحديث في باكستان من الدخول في التصويت، ثم فازت بنت بوتو، وبعدها أبعدها الله سبحانه وتعالى. فما يدرينا أن يبعد الله الدستور وأن يسقط الله سبحانه وتعالى أهل الخير، أهل الخير لإزالته. فبلدنا اليمنية من كادها سيرد الله كيده في نحره. وماذا يعني البلد؟ أجمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فنرجو أن الله سبحانه وتعالى ينقذنا من الشيوعيين والبعثيين والناصريين، ويريح المسلمين عن الفتن وعن القتل والقتال. والله المستعان. السؤال الثامن يقول السائل رحمه الله وايضا رحم الله المجيب والجميع: ما هو موقفكم من قضية الخليج وماذا ينبغي ان نفعله؟ قد اخرجنا اشرطة فالكلام فيها احسن من الكلام الذي اتكلم به الان، فان شاء الله نهدي للآن نهدي للآن. وحاصل ما اقوله انني انصح كل مسلم ان يعتدل هذه الفتنة، فهي فتنة كراسي وفتنة ملوك ورؤساء وليست فتنة دينية. أنصح كل مسلم أن يعتزل هذه الفتنة وأن يبتعد عنها، وإن شاء الله نهدي لله نهدي لله من الأشرطة التي قد قيلت في هذا. السؤال التاسع يقول: رجل شريك مع رجل في تجارة النحل، أحدهما ملتزم والآخر في البحر، فالملتزم يقول لصاحبه: لا تبع الدخان، فلم يستجب له، والفائدة بينهما، فماذا يفعل الملتزم؟ الذي أنصحه أن يستقل ويبتعد حتى لا يشارك في الإثم، هذا الذي أنصحه به أن يستقل ويبتعد. والله المستعان. والدخان من البلاغة التي ابتلي بها المسلمين، ولا خير فيها، بل هي ضارة للمجتمع وللفرد. السؤال العاشر يقول السائل: شريكان لا لديهم ثلاث سيارات، أعطوا السيارات تركة بالإيجار وبشرط أن تسلمها أن تسلم من السيارات كما هي، فالشركة لم تفي بهذا الشرط وسلمتهم وفيها خراب وفيه خراب، فأخذهما أي أحد الشركين فأخذهما راجعة فأخذ نقودا من الشركة لتسليم السيارات فأصلح وبقي من النقود، فهل يعطي لصاحبه ما بقي ويكفي ما بقي؟ وإذا قد استثمرها فهل يعطي من نصيبه؟ يعطي منه ما يعطيه بقدر نصيبه، إذا كان في مصر إذا كان في الصين كذا، وكذلك أيضا ما استثمر من بقدر ماله، بقدر ماله ليس له النص، لكن لأن فيه سحبا للشخص. والله المستعان. السؤال الحادي عشر وهو:
ما معنى حديث أو ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غزوة حنين عند أن ظهره المشركون من هواجن وفر المسلمون ولم يبقى إلا النفر اليسير معه، فنزل من على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعي المسلمون أنه يعني كذاب، نعم ادعى بعض المشركين أنه كذاب بعد أن كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. فيقول أن النبي لا كذب معناه أنه لو انهدم أو حصل فهذه نبوته شيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فر في معركة واحدة، خذبت في غزوة أحد وغزبت في غزوة حنين. وماذا ويقول علي بن أبي طالب كان إذا حمل الوطيس كنا نكتب برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ويقول البراء بن عازب الظاهر أنه من حديث البراء إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أشجع الناس. وفي الصحيح أن أصحاب المدينة سمعوا ذات ليلة أمرا يرجع، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وركب فرس أبي طلحة إرياح، ثم مشى وهم ذاهبون فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم راجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وقال وجدته بحراء أي الماذا الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أسجح الناس. وبعد هذا في قول أنا ابن عبد المطلب نسبة إلى جد له، والله المستعان لا جد فيه دليل على أنه يجوز للشخص أن ينتسب إلى جده أو إلى جد جده، فماذا فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والله المستعان العبودية على ابن عبد المطلب. لا عن هذا العبودية الأسماء التي كانت في الجاهلية تبقى على ما هي عليه، وأما يعني مثل عبد الشمس وعبد مناف وعبد المطلب تبقى على ما هي عليه ولا تغير. أما في زمن الإسلام وإلى الآن المسلمون وما بعد الآن فلا يجوز التعبيد إلا لله عز وجل. وقد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا عن اسمه فقال له ما اسمك؟ قال عبد الحجر، فقال له أنت عبد الله. فلا يجوز التعبيد لأحد غير الله، والله المستعان. هو قلنا ان الصلاة ليست بمشروعة، وان من كان مظلوما كذلك ايضا يصلى عليه سواء من المسلمين. يعني الصلاة ليست بمشروعة، ولو صلى على هؤلاء يصلى على هؤلاء سواء كانوا من المسلمين العراقيين او كانوا من الصالحين الاخوة اصحاب نجد وغيره، والله المستعان. وهنا سؤال يقول السائل فيه قلتم ان الشهيد لا يصلى عليه، وانا وجه حديث انه صلى على قتل عقب او بهذا المعنى، وايضا ما جاء انه صلى على جعفر او حمزه كذا كذا صلاة، اتريدون بارك الله فيكم وما الدليل على انه لا يجوز الصلاة على الشهيد؟
سؤال حسن، جزا الله صاحبه خيرا. وينبغي لأهل السنة أنهم إذا ذكروا الشيء يذكرون دليلا، ولكن بعض الأوقات ربما يغفل الشخص التنبيه طيب، جزا الله صاحبه خيرا. الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بدفن شهداء الكفر ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وهو أصح شيء في هذا الباب. البخاري يقول هو أصح من الأحاديث أنه صلى على حمزة وعلى شهداء الكفر. قال البخاري وهو حديث حسن. أيضا استفاد فيه أن الصحيح، لأن البخاري قد رواه بصحيحه، أن الصحيح لا بأس بإخراج الحسن عليه بخلاف ما سمع به بعض المعاصرين على من أدرج الحديث الحسن على الذي في الصحيحين. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كما في سبل السلام: جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانها عيان، أي عيان، نعم كانها عيان، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على شهدائه، فينبغي لمن يعارضها أن يستحي على نفسه. والله المستعان. هو حديث ضعيف، صحيح أنه حديث ضعيف. وهذا سؤال أيضا يقول: يا شيخ، لقد قلت بأن القتال تحت رأي صدام لا يجوز، والآن قلت بأن القتل من صفوف العراقيين شهداء المسلمين المظلومون، هذا الذي يحصل عليه من قتل، وحتى ولو كان مسلما مغرورا وهو يعني ملبس عليه ومسلم فيعتبر مسلما، اما الصلاه فقد عرفتم انها ليست بمشروعه. تقدم اقرا السؤال. هذا يستحسن من الشهره باقرا. وهذا سؤال ايضا يقول: انتم قلتم انه من يقتل من اهل العراق فهو مسلم فهو شهيد، فكيف هذا في الطرف الثاني في المسلمون؟ فهل الذين يقتلون، فهل الذي يقتل من الطرف الثاني يعتبر شهيدا ايضا اذا كان مسلما؟ انا ما اطلبت ان الذي يقتل من العراق شهيد، لكن بشخص المسلمين، ثم بعد ذلك ايضا من اصحاب نجد من قتل، او من كان بنجد من قتل، من قتل فهو يعتبر شهيدا. والفتنه فتنة صدام وفهد وبوش، أما الشعوب فما ذنبها؟ والله المستعان. وهذا كان أيضا يقول: ما حكم التبرع بالمال للعراقيين الذي ننصح به أهل السنة كما تقدم أن يبتعدوا عن هذه الفتنة، ولا يقف في جانب هؤلاء ولا جانب هؤلاء، فهي فتنة لم يقصد أصحابها نصر الدين، لكن يتقاتلون على الكراسي. هذا الذي نصحنا به إخواننا غير مرة، والله المستعان. وأما الحميات الجاهلية والعصبيات الجاهلية فهي كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من قاتل لعصبة. الذي يقاتل لأجل العصبية هو ليس من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان. انتهت الأسئلة، وجزا الله السائل والمجيب والجميع خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله خيرا كل من أعان على نفس هذا الخلق.